حسين، كيف يستطيع خيسوس أن يهدي المعسكر الهلالي مثل ما قال أبو الغلا، يعدي المعسكر الهلالي؟ لأن مثل ما قال دباس بأن هذه البطولة هي رقم 4 وأمامها مقابلة أو مواجهة مع فريق العين، وأمام مواجهة مع الاتحاد في نصف نهائي الملك، وأمام مواجهتين أو 3 مواجهات لحسم الدوري. كيف يهديهم بعد ما حصلوا على البطولة؟ يعني تعرفوا خيسوس يعني ما شاء الله عليه، يعني يمتاز بشخصية قوية. يعني اليوم شفنا في خلال تغيير صالح الشهري، شفنا كان اللاعب طالع لغة الجسد عنده مستاء من التغيير، ويعني كان يفتح التيب ويرميه وكذي. خيسوس ولا طالعها، ما التفت، ما عبره. صح. إيه مدربين لاحظتها، مدربين ثانيين يروح يمتص يروح، هذه شخصيته طاغية. فأعتقد هالنوعية من المدربين ما تأخذ نشوة البطولة. لبس نظارته ما عجب المدح. إيه هو ما يحب المدح، هو يبين. لا بس قرأ لغة الجسد. لغة الجسد. طيب يا أخي يمدح الرجل. أهم شيء لا يقرأ إذني الحين، يعرفني ما أقول. أنا قرأت لغة جسدك، تعرف كيف؟ لما شفتك لبست النظارة عرفت إنه ما عجبك الكلام. هذه لغة الجسد. لا كيف هو لغة جسد يعبر عنه بنفسه. مدرب من هالنوع. يعني تمدح مدرب إنه ما غير لاعب ما سلم عليه. أنا أول مرة يعني إذا سلم عليك كويس. أنا عندي لك سؤال، أنت شو قاطعتني؟ أنا ما قاطعتك. لا تفضل، أنا أرد على حامد. تفضل. هالنوعيات من المدربين أتخاف عليه، يعرف كيف يمتص نشوة البطولة من اللاعبين، يطلعهم من النشوة. ترى كلام حسين صح وملاحظته صحيحة. أنا عندي نقطة بقولها. أنا أبي حمد. تفضل. أبي ينتقد الهلال، يلا. هو مو راضي على المدح. انتقده ليش؟ انت مو براضي على المدح. انا انتقده وقت ما يسمح لي مجال في اداري ولا فني. انت متضايق ان احنا قاعد نمدح الهلال. انتوا لا تسرون على كيف اللي يقول الحقيقه ورايه يقول الهلال مو قوي، الفرق والله ضعيف. طلع العيوب. انا اقول لك طلع العيوب. اول ما جلست هنا ايش قلت انا؟ البطوله منتهيه للهلال. لا الحين طلع لي انتقد. طيب وين الحين انت؟ على كيفكم انت؟ انت قلت مدحنا، انت مو راضي. انا فاهم شو قصدك حسين. انت قلت الحقائق. انت قلت الهلال البطوله منتهيه للهلال صح؟ ايوه. بس انت تقول لان الفرق الثانيه ضعيفه. مش لان الهلال قوي. لا انا ما قلت لك انه مش قوي. تقول بلى هو قوي بذاته، لكن انا اقول لك عشان تحكم على قوته لازم يكون، عشان احنا لما تقول لي الارقام اللي تقولها الثاني والثالث وحقه وحطم الارقام الفرق يلعب ضده. انا اقول لك يعني انا حتى انا اتلذذ بالانتصار لما يكون خصمي قوي، طلعت من منافسه انا. لكن تصور انهي الجوله، الأنهي الدوري قبل 7 جولات يا أخي، يمكن الخصم قوي وأنا أقوى منه. أنهي الجا 42 مباراة ما في فريق لعب. كمشاهد أي أحلى لي أعرف بطل الدوري قبل انتهاء 7 جولات ولا قبل انتهاء بالجولة الأخيرة؟ مو مشكلتي أنا في منافسة معناه. أنا مو مشكلتي كهلال. مو مشكلتك أدري عبد الله، مو مشكلتي. ليش تصير قوي زيادة؟ مشكلة بعد أنت بتهلل نفسك. خلاص اسكت، تكلم وجهة نظرك عشان احنا نحترمك. هذا الشيء موجود.